أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مكتوب عني. البرنامج ده اللي بنناقش فيه النبوات اللي جت عن الرب يسوع في كتب العهد القديم، واللي من خلاله بنكتشف عظمة شخص الرب يسوع المسيح وعظمة الكتاب المقدس الذي بين أيدينا. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة خادم الرب الأخ الحبيب محب نصيف. أهلا بك أخ محب. أهلا بك أخوتي. عندنا سؤال مهم باعتبار المسيح هو ملك اليهود اللي اتكلمت عنه نبوات العهد القديم واللي جه في الوقت المعين، هل أرسلت السماء سفيرا يعد الطريق أمام الملك ويهيئ قلوب الشعب علشان يقبله؟ هل في نبوة بتتكلم عن كده؟ في ثلاث نبوات مش نبوة واحدة أشارت إلى إرسال السفير أمام الملك ليعد الطريق أمامه. النبوة الأولى جت في إشعياء 40 عدد 3 بتقول: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. النبوة الثانية في سفر ملاخي آخر أسفار العهد القديم أصح 3 العدد الأول: أيوة، هأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. وكلمة ملاكي هنا معناها رسولي. النبوة الثالثة في ملاخي برضو أصحاح 4 عدد 5: هأنذا أرسل إليكم إلي النبي فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم. هنشوف دلوقتي إزاي الثلاثة دول اتحققوا بوضوح في العهد الجديد. النبوة الأولى تحققت حرفيا في مجيء يوحنا المعمدان، فنقرأ في إنجيل متى أصح 3 عدد 1 إلى 3 يقول: في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل، مقتبس طبعا من إشعياء 40: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. ده التحقيق للنبوة الأولى اللي جت في إشعياء 40. النبوة الثانية اللي جت في ملاخي 3:1 اتحققت في إنجيل لوقا أصحاح 7 لما المسيح كان بيتكلم عن يوحنا المعمدان وشهد عنه أعظم شهادة وقال إنه لم يقم من بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. الرب قال: هذا هو الذي كتب عنه: هأنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، مقتبس ملاخي 3:1. النبوة الثالثة اللي جت في ملاخي 4 اللي بتشير إلى إيليا النبي اتحققت في متى 17 بعد حادثة التجلي لما التلاميذ نزلوا من على الجبل مع الرب، سألوا الرب هذا السؤال في متى 17 عدد 10: سأله تلاميذه قائلين: لماذا يقول الكتبة؟ الكتبة درسين النبوات وقاريين ملاخي 4 اللي أشار إلى مجيء إيليا قبل ظهور المسيح وملك المسيح. بس شوف الرب طبقها إزاي. أي. أجاب يسوع وقال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء صح، ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا، كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان. يبقى المقصود بإيليا يوحنا المعمدان، لأن في تشابه كبير جدا ما بين الشخصيتين، ما بين إيليا في العهد القديم ويوحنا المعمدان في العهد الجديد. المقصود طبعا مش إيليا حرفيا، لكن شخص بروح إيليا له طابع خدمة إيليا، ده المقصود، وده تحقق حرفيا في مجيء يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان هو ابن زكريا الكاهن
وقد ظهر ليمهد الطريق أمام الرب يسوع ويعد قلوب الشعب لقبول المسيح الملك. وكان من العائلة الكهنوتية، فقد كان أبوه كاهناً من فرقة أبية، وأمه أليصابات من بنات هارون، وكان أبواه برين أمام الله. وبينما كان أبوه يكهن في نوبة فرقته، ظهر له جبرائيل الملاك وبشره بمولد يوحنا استجابة لصلواته. وقد ولد يوحنا في جبال اليهودية قبل مولد الرب يسوع بستة أشهر، حوالي سنة 5 قبل الميلاد. وفي السنة 15 من سلطنة تيبريوس قيصر، أي نحو سنة 25 ميلادية، بدأ يوحنا يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، فتقاطر إليه جموع كثيرة من أورشليم وكل اليهودية وجميع المناطق المحيطة بنهر الأردن. وقد عرف الناس قصة مولده المعجزية من أبوين متقدمين في العمر، كما عرفوا حياته التي تميزت بالتقوى والانفصال عن الشر والتقشف، حيث كان لباسه من وبر الإبل وطعامه جراداً وعسلاً برياً. وكان الشعب يتوقعون مجيء المسيح الملك حسب النبوات، وكان يوحنا يدعوهم للتوبة قائلاً: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، كما ورد في متى الإصحاح الثالث من العدد الثاني إلى الخامس. وكانت رسالته مؤثرة على الرغم من أنه لم يعمل آية واحدة. جاء إليه الرب يسوع ليعتمد منه، وكان له من العمر 30 سنة، فأبى. حينئذ قال له يسوع: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. ولما اعتمد يسوع انفتحت له السماء، ونزل الروح القدس مثل حمامة واستقر عليه، وكان صوت من السماء يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وقد شهد عنه يوحنا أن هذا هو ابن الله، وقدمه لإسرائيل كحمل الله الذي يرفع خطية العالم. وبخ الملك هيرودس أنتباس لأنه أخذ هيرودية امرأة فيلبس أخيه غير الشقيق، ولأجل كل الشرور والفجور التي كان يعملها. ولأجل ذلك وضعه في السجن في قلعة مخروس على الساحل الشرقي للبحر الميت. وفي يوم ميلاد هيرودس رقصت ابنة هيرودية وسرت الملك والمتكئين، فأقسم أن يعطيها كل ما تطلب. أما هي فطلبت رأس يوحنا المعمدان على طبق بناء على ما تلقته من أمها، فأرسل الملك وقطع رأس يوحنا في السجن، وجاء تلاميذه ورفعوا جسده ودفنوه، ثم أخبروا يسوع. نفهم من كده أن السفير هو يوحنا المعمدان. السفير طبعا هو يوحنا المعمدان اللي كان بيعد الطريق قدام الملك. بالظبط. طب إزاي كان بيعد الطريق قدام الملك؟ تمام، ده اللي نقراه في متى 3 عدد 5 و6. يقول لنا كده: خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. المعمودية إقرار من الشخص إنه خاطي، يستحق الموت والدفن تحت مياه الأردن. يوحنا المعمدان كان رسولاً كالسهم يخترق ضمير إسرائيل. كانت الحالة الروحية رديئة جداً في ذلك الوقت للشعب المنغمس في الخطية والبعد عن الرب، وجاء يوحنا المعمدان يقودهم إلى التوبة. التعبير العملي عن التوبة إن الواحد يقر ويعترف بخطاياه وينزل إلى نهر الأردن علشان يعتمد. المعمودية فصلتهم عن مجموع الأمة الأشرار، وشخص بيبرر الله بيعترف إنه هو خاطي يستحق الموت بينزل إلى نهر الأردن. وبكده كان يوحنا بيعد الطريق قدام الملك
بأنه يعد قلوبهم علشان يقبلوا الملك، بأنه يقودهم إلى التوبة الحقيقية ويصنعوا أثماراً تليق بالتوبة. التعبير العملي عن كده هو المعمودية. يوحنا المعمدان كان من العائلة الكهنوتية، فهو ابن زكريا الكاهن، وكان الطبيعي أنه هو هياخد نفس الخط ويبقى كاهن في الهيكل في أورشليم، لكنه ترك أورشليم وترك الهيكل وذهب إلى برية اليهودية، وكان هناك منفصلا عن شر الأمة، وعند نهر الأردن كانوا يجتمعون إليه علشان يعتمدوا. الذين اعتمدوا برروا الله وأدانوا أنفسهم. كل شخص كان بينزل الأردن بيقر بخطاياه حاكما على نفسه أنه يستحق الموت، ينزل إلى الأردن بخطاياه الكثيرة، يخرج من الأردن مبررا وكأنه ترك خطاياه في نهر الأردن. يوحنا المعمدان ده هو اللي أشار إلى المسيح، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. عزيزي المشاهد، فاصل قصير ونعود نستكمل حديثنا، ابقى معنا. أخي محب، طب احنا فاهمين ان المسيح لكل المجد اعتمد في نهر الأردن من يوحنا المعمدان، ليه؟ طبعا اعتماد المسيح او معمودية المسيح من يوحنا المعمدان في نهر الأردن تختلف كل الاختلاف عن معمودية الشعب الذين اتوا الى يوحنا مقرين ومعترفين بخطاياهم، فهو الوحيد البار الذي لم يفعل خطية. أيوه. لما نزل إلى نهر الأردن ويوحنا شافه وعرفه رفض أنه يعمده، وقال له أنا محتاج أني أعتمد منك وأنت تأتي إلي. المسيح قال له اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل، أنا وأنت كل واحد هيقوم بدور أن نكمل كل بر. الأسباب اللي من أجلها اعتمد المسيح أقدر أشوف فيها ثلاث حاجات بكل بساطة. الحاجة الأولانية علشان يوحنا يقدمه رسميا لهذه الأمة لإسرائيل، ويعلنوا رسميا أنه هو المسيح الملك بظواهر واضحة جدا، إعلان رسمي عن أن هذا هو المسيح الملك. الظواهر دي ارتبطت بالمعمودية المسيح بالضبط، ليظهر لإسرائيل. الكتاب يقول لنا كده في يوحنا واحد، علشان المعمدان يقدم المسيح الملك رسميا لهذه الأمة. ايه الظواهر دي أخي محب؟ الروح القدس اللي نزل عليه، يعني هو جاله إعلان من الأب الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه. أيوة، هو ده اللي هيعمد بالروح القدس، هو ده المسيح، هو ده الملك. وهو رأى وشهد أن هذا هو ابن الله. يبقى السبب الأول علشان إعلانه رسميا كالمسيح قدام الأمة، قدام الشعب الأرضي، قدام الشعب اليهودي. الحاجة الثانية لإعلان كماله المطلق. أيوة، إنه مختلف. المشاهد من بعيد شايف الناس كلها جاية ليوحنا، جموع تائبين معترفين كلهم بينزلوا الأردن ويطلعوا، وجي بعديهم المسيح. المشاهد من بعيد لا يستطيع أن يميز الفارق، كلهم بينزلوا كلهم بيعترفوا كأنه واحد منهم المسيح. لكن في المعمودية السماء أعلنت أن هذا الشخص مختلف تماما، مش زي كل الناس اللي نزلوا إلى الأردن.
أولا المسيح اعتمد دون أن يعترف بخطايا ارتكبها لأنه لم يفعل خطية. ثانيا عندما نزل إلى الأردن حصلت حاجات ما حصلتش مع ولا واحد من اللي نزلوا، السماء فتحت له ونزل الروح القدس بهيئة جسمية منظورة مثل حمامة واستقر عليه في شهادة مرئية قدام كل الناس، قدام يوحنا، قدام كل الجموع المحتشدة عند نهر الأردن. الروح نزل مثل حمامة واستقر عليه، الروح في ملء وداعته ميز هذا الشخص واستقر عليه وكان فرحا ومسرورا وراضيا عليه. الحاجة التالتة أنه في شهادة مسموعة من السماء المفتوحة، الأب بيقول هذا هو ابن الحبيب أو أنت ابن الحبيب بك سررت. شهادة مسموعة سمعها يوحنا وسمعتها الجموع الواقفة، الأب بيقول عنه أنت ابن الحبيب بك سررت. لاحظ أنه ظل المسيح لمدة 30 سنة اشتغل كنجار في الناصرة ويعرف قدام كل الناس بأنه ابن النجار. لأول مرة الأب بيقول قدام كل الناس أن ده مش ابن النجار، ده ابني الحبيب الذي به سررت. يبقى قلنا أنه اعتمد ليظهر لإسرائيل ويقدم رسميا بإعلان للشعب، للأمة وللشعب اليهودي. نمرة اثنين لإعلان كماله المطلق بشهادة مرئية وشهادة مسموعة وبأنه نزل إلى الأردن دون أن يعترف بأي خطية، فهو البار الذي لم يفعل خطية. حاجة الثالثة بقى أنه لما نزل بعد كل الخطاة، كل الخطاة أقروا بخطاياهم ونزلوا للأردن وطلعوا، كأن كل واحد فيهم ساب خطاياه في الأردن. المعمودية كانت ظل لصليب المسيح. مزمور 69 يشير إلى حاجة تشبه كده، وهو بيقول خلصني الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني. المعمودية كانت ظل، لكن الحقيقة كانت في الصليب. المسيح نزل وراهم، ورا هؤلاء المعتمدين، نزل بلا خطية ليحمل خطايا كل هؤلاء ويدفع حسابها ويموت تحت غمار الدينونة. وبهذا أكمل كل بر وأمكن لله أن يبرر هؤلاء التائبين. يعني بنزوله إلى مياه نهر الأردن كأنه بيتحد نفسه بهؤلاء الخطاة، وكأنه بيقول أنا هشيل خطاياهم لما موت على الصليب. تمام. ما أعجب هذا الشخص العجيب. أنا فاكر أن نوح زمان طلع حمامة ولم تجد مقرا لرجلها، أخيرا وبعد سنوات طويلة وجدت الحمامة مقرا لرجلها عندما استقرت على هذا الشخص الوديع المتواضع الرائع جدا. هل ارتبطت به؟ فاصل قصير ونعود نستكمل حديثنا، من فضلك خليك معنا. محب، هل أعطت السماء للمسيح أسماء قبل مولده؟ نعم، السماء كانت مشغولة جدا بهذا الشخص وهذا الحدث، وذكرت أسماء كثيرة للمسيح قبل مولده. ممكن تدينا بعض منها؟ النبوات مثلا في إشعياء 49 العدد الأول، في نبوة بتقول الرب من البطن دعاني، ده كلام المسيح. أي. من أحشاء أمي ذكر اسمي، وهو جنين بيتكون
في أحشاء القديسة العذراء مريم السماء ذكرت اسمه. إزاي اتحققت النبوة دي؟ في بشارة الملاك للعذراء المطوبة مريم قال لها ها أنت ستحبلين، يعني لسه ما كانش حصل الحمل نفسه. أيوة. ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما. فالسماء أعطت اسم يسوع وهو لسه هيتكون كجنين في أحشاء أمه. من أحشاء أمي ذكر اسمي. وعندما تم الحمل وقبل الولادة ظهر الملاك أيضا مرة أخرى ليوسف رجل مريم وقال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا، وانت بقى يا يوسف هتسميه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. يعني الملاك قال للقديسة المطوبة العذراء مريم على هذا الاسم انه هيكون اسمه يسوع، وقال لي كمان يوسف اللي قال لي يوسف ان انت هتسميه يسوع. ويسوع معناه الله المخلص لأنه سيخلص شعبه من خطاياه. طب في اسماء تاني للمسيح؟ كتير. على سبيل المثال النبوات أشارت إلى أنه المسيح. يعني الكلمة دي يا أخي محب؟ الكلمة دي في اليوناني تقابل في العبري المسيا، وهي تعني ببساطة الممسوح من الله، المعين من الله، المقام من الله، المؤيد من الله. ممسوح يعني معين، مقام، مؤيد من الله لأي شيء عين. بالضبط. النبوات بقى أشارت إلى الاسم ده كتير في العهد القديم. فمثلا نقرأ عن مسحته للملك، مسح ليكون ملكا. النبوات قالت عنه كده مزمور 2، أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. ده الأب بيتكلم؟ الأب بيتكلم ويقرر هذه الحقيقة، أنا مسحت ملكي، أي أن المسيح مسح ليكون ملكا. مزمور 45 يأكد نفس الفكرة، متكلم أنا بإنشائي للملك، بيتكلم عن الملك، لكن يقول كمان من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. المرة الثالثة نقرأ عن مسحته للخلق، يعني تعيينه ليقوم بعملية الخلق، دي نلاقيها في أمثال 8. منذ الأزل مسحت، منذ البدء. وبعدين يقول لنا لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما عمل الخليقة كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته. مسحته للخلق، يعني من الأزل كان المسيح معين أن يكون الخالق العظيم. بالضبط كده. المرة اللي بعد كده مسحته للخدمة، نقرأ عنها في إشعياء 61، روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين. في إشعياء 61 العدد الأول، أرسلني لأعصب منكسر القلوب لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. حتى في موته على الصليب وقطعه دانيال قال عنه الاسم ده بعد 62 أسبوع. أنت فاكر لما يقطع المسيح قلنا النبوات اللي أشارت إلى زمان ولادة المسيح قسم المدة من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع سنين و62 أسبوع، وفي نهاية المدة دي يقطع المسيح ويديله الاسم ده يقطع المسيح ويقول إلى المسيح الرئيس. فدانيال يستعمل نفس التعبير المسيح. الاسم ده ورد في نبوات العهد القديم زي ما شفنا كده مرات كتيرة جدا، وفي العهد الجديد بنشوف الاسم ده ارتبط بحياته على الأرض مرات كتيرة جدا. مني أول ما اتولد الملاك قال للرعاة أبشركم بفرح عظيم يقول لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم
في مدينة داود مخلص هو. هو مين؟ المسيح الرب. المسيح الرب. الملاك قال عنه المسيح الرب. السامرية قالت عنه أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، يوحنا 4، ومتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. المسيح رد عليها وقال لها أنا الذي أكلمك هو، يعني أنا المسيح. بالضبط. بطرس قال عنه أنت المسيح ابن الله الحي في متى 16. مرثا قالت عنه أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. فالمسيح حمل هذا الاسم في حياته على الأرض مرارا كثيرة جدا. عزيزي المشاهد، اسمين رائعين من ضمن الأسماء التي أعطتها السماء للمسيح قبل مولده، فهو المسيح الممسوح، وهو أيضا يسوع الذي يخلص شعبه من خطاياهم. أرجوك عزيزي المشاهد أنك تعرف أنه ليس بأحد غيره الخلاص، هو المخلص الوحيد. هل أسرعت إليه؟ هل قبلته في حياتك مخلص شخصي ليك؟ أرجو تعمل كده دلوقتي قبل فوات الأوان. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والرب معكم.